جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا أحب أن أتفقه في الكتب الشرعية، فبماذا تنصحونني في الاقتناء لكتب الفقه المعتبرة؟ المدار ليس على الكتب، الكتب موجودة ولله الحمد كثيرة، لكن المدار على المدرس الذي يشرح لك الكتب ويبين لك معانيها. فإذا وجدت مدرسا أهلا للتدريس فإنك تطلب العلم عليه وهو يرشدك إلى الكتاب المناسب.